أشهد أن لا إله إلا الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. السميع، يا له من اسم من أسماء الله، إنه السميع، يسمع دعاء الداعين ويجيب حوائج السائلين، لا تختلف عليه اللغات ولا تتداخل عنده الصفات ولا تختلط عليه الأصوات. السميع الذي يسمع كل شيء في كونه، يسمع ذبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. السميع سبحانه ليس سمعه كسمع أحد من خلقه، متفرد بصفات الجلال وأفعال الكمال وتصريف الأمور والأحوال على التفصيل والإجمال. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم إنا نؤمن أنك أنت الله السميع، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. سبحانه السميع يسمع عباده أوامره ونواهيه، ويحذرهم من الشرك والوقوع فيه، فمن أطاع أحيا له قلبه وملأه نورا، ومن أعرض وعصى جعله بين الناس مقبورا. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. السميع سبحانه يسمع دعوة المضطرين ويجيب لهفة الملهوفين وينصر المظلومين ويغيث المستغيثين. السميع سبحانه يسمع حمد من حمده، وتمجيد من مجده، وتكبير من كبره، وتسبيح من سجد له. فاللهم يا سميع يا سميع، نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع.